أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن إسرائيل تدعو إلى تصفية الفلسطينيين وسلب حقوقهم. وخلال مشاركته في اجتماع بكين بمشاركة وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وإندونيسيا أوضح وزير الخارجية الفلسطيني أن مشاركته جاءت لمناقشة الجرائم التي وصفها بالوحشية التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الشعب الفلسطيني. جهود دبلوماسية كبيرة تبذلها الدول العربية والاسلامية وفي مقدمتها مصر لايجاد حل للقضية الفلسطينية في ظل تصاعد مستمر للجرائم الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وفي احدث تحرك على الارض عقد وفد من اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الاسلامية اجتماعا مع وزير خارجية الصين وانجيي في بكين في مستهل جولة الى عواصم عدد من الدول دائمة العضوية بمجلس الامن بهدف الدفع بمسار وقف الحرب الدائره في قطاع غزه والتعامل مع الاوضاع الانسانيه المترديه في القطاع وضم الوفد وزير الخارجيه سامح شكري ومسؤولين من السعوديه والاردن واندونيسيا وفلسطين ومنظمه التعاون الاسلامي واخرين وخلال اللقاء اكد شكري وجود سياسه كانت معلنه لتهجير الفلسطينيين من غزه مشيرا الى ان الموقف المصري والعربي القوي الرافض للتهجير كان بمثابه خط احمر وشدد شكري على ان التهجير سوف يهدد السلم والامن والاستقرار في المنطقه والعالم كما اكد شكري ان مصر تبذل كل جهد لادخال المساعدات الى قطاع غزه عبر معبر رفح مضيفا ان سياسه اسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسه ممنهجه تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادره القطاع تحت وطاه القصف والحصار وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان شدد من جانبه على ضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي المسؤولية لوقف ما تقوم به اسرائيل ضد الفلسطينيين، بينما اكد وزير خارجية الصين وانجيي ان بكين تؤيد بالكامل دعوة قمة الرياض لحل الدولتين في غزة، واضاف انه يتعين على المجتمع الدولي التحرك الان واتخاذ اجراءات فعالة لانهاء الكارثة الانسانية في غزة، هذا ودعا الوفد المشارك في الاجتماع إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضرورة إدخال المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى غزة فورا هي إذن محاولات دبلوماسية مستمرة لمحاولة إنقاذ الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة جماعية وتصعيد مستمر يهدد المنطقة والعالم بحالة غير مسبوقة من عدم الإستقرار